طيب اللي حصل النهارده ايه؟ التمرين خلص، مستر فايلر اعلن عن القائمه زي ما قلنا لحضراتكم، وتوجهوا مباشره للمطار. الطياره اتحركت في تمام الساعه 4 عصرا، ويوصلوا باذن الله في رحله خلال 3 ساعات، يكونوا هناك ان شاء الله الساعه 7. يعني هم دلوقتي في الطريق، ان شاء الله نتمنى لهم ان هم يوصلوا بالسلامه للخرطوم عشان يستعدوا لهذه المباراه. هيكون في استقبال البعثه كل من الكابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي اللي هم سبقوا البعثه امبارح عشان يستقبلوا الفريق النهارده بعد الترتيب لكل الامور الخاصه بسفر ورحله فريق النادي الاهلي للسودان. دي صور للبعثه في المطار قبل التحرك، وطبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي هو الرئيس بعثه الفريق في السودان. وانا عاجبني قوي الخطوه دي في الحقيقه، يعني ليه بقى؟ لان انت دايما في المواجهات الحاسمه لازم يبقى في شخصيه كبيره، ما بالك ما تكون الشخصيه دي كده زي الكابتن محمود الخطيب. يعني مثلا اديكم مثل، في 2006 احنا متعادلين مع الصفاقسي هنا في القاهره 1-1، وخلاص بقى الامور صعبه جدا، والامال كانت بتتبخر بالنسبه للجماهير الاهلاويه، وهنروح هناك رادس هنخسر، والبطوله بتاعت الصفاقسي، والصفاقسي احتفل وكل الكواليس طبعا كلنا مش ناسينها بكل تاكيد. لكن كان مين رئيس البعثه في التوقيت ده؟ كان الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي. وكانت خطوه مهمه جدا لما يكون اللي على راس منظومه النادي هو اللي يكون موجود، وهو اللي يؤازر الفريق، وهو اللي يدعمه، فتفرق معنويا بشكل كبير جدا مع اللاعبين. ده اللي بيحصل دلوقتي كمان، حتى لو في فارق في المواجهه عن مباراه الصفاقسي دي كانت في النهائي، ومباراه الهلال اللي هي في دور المجموعات. والبعض بيقلل من الجزئيه دي، والبعض كمان بيتكلم على جزئيه المكافئات وليه هيبقى في مكافئات لاعيبه الاهلي. يا جماعه ايه ده؟ عشنا وشفنا الاهلي بياخد مكافئات او اللاعب تاخد المكافئات عشان دور المجموعات لو تاهلوا منه وكلام من ده. لا، في فرق. حساسيه المنافسه وقوه المنافسه في المجموعه دي بالتحديد لازم يكون في حوافز. طبعا لعيبه النادي الاهلي عندهم حوافز يعني بشكل طبيعي، الموضوع مش محتاج، لكن في نفس الوقت لازم بيبقى في دوافع اخرى، في مكافئات، ده طبيعي وده حقهم. المهم ان شاء الله باذن الله ان هم يفرحوا جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه، والتاهل سواء اول او ثاني مجموعه، المهم التاهل في كل الاحوال. ده فيما يتعلق بالبعثه واستقبالها كمان هناك في السودان اللي هيكون خلال ساعة ونص من دلوقتي تقريبا، يعني أو ساعتين كمان. طيب لما هيروح الفريق اللي هيحصل؟ هيبقى في مران وحيد غدا، يعني هما الأول هيروحوا طبعا، هيبقى في وجبة عشاء، وبعد العشاء هيبقى راحة خلاص للفريق ويناموا عشان بكرة الصبح إن شاء الله يكون مران للنادي الأهلي. أو مش الصبح، المران الرئيسي هيكون للنادي الأهلي في تمام الساعة 9 مساء على ملعب الجوهرة، وهو الملعب اللي هيستضيف مواجهة يوم السبت بإذن الله تعالى. ودي كل الاستعدادات الخاصة بفريق النادي الأهلي هناك في السودان. خلينا